ولكن ميزانية الدفاع الروسية أستاذة علا، مثلا رفعت روسيا ميزانية الدفاع في عام 2023 لمرة ونصف المرة عن العام السابق له، وحسب موقع جلوبال فاير باور بلغ الإنفاق الروسي 82 مليار دولار. هل من المتوقع في هذه الحالة أن تسجل روسيا عجزا في الموازنة، أم أنها قادرة على المضي قدما حتى الانتهاء من هذه الحرب أو الانتصار فيها؟ كل الدلائل والإحصاءات التي تجري تدل على أن روسيا لن تسجل عجزا في الميزانية. المعامل العسكرية ما زالت تجري وتعمل على قدم وساق بشكل يومي. صنع كل أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يتم استخدامها في النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا يتم صنعه في المعامل الروسية دون اللجوء إلى أي مساعدات من أي دولة أخرى. وهذا يعني أن روسيا كان لديها احتياطا كبيرا جدا من المعدات العسكرية، أيضا من الغواصات التي تجري تدريبات ومناورات في المحيط الأطلسي وما غير ذلك. ويعني بين كل فترة وأخرى نشهد زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو قادة من المستويات العليا في الدولة الروسية إلى هذه المعامل، ويتم الإشارة في وسائل الإعلام الروسية الرسمية إلى أنه الوضع جيد جدا، الوضع مستتب ومستقر، وإنتاج الأسلحة يتم على قدم وساق، وتتم توجيه رسائل إلى الشعب، إلى المواطن الروسي عبر وسائل الإعلام أنه لا خوف، الوضع آمن، وروسيا مستعدة للاستمرار في هذه الحرب إذا شاءت الأحوال والظروف عدة سنوات أخرى. حقيقة كل الظروف اليوم والنتائج التي أمامنا تشير إلى أنه هذا النزاع لن ينتهي في الوقت القريب، لأنه كلا الطرفين مصر على شروط خاصة به، سواء روسيا مصرة جدا على أن تجري المفاوضات بعد أن تعترف أوكرانيا بالأراضي التي سيطرت عليها روسيا خلال هذه الحرب، وبنفس الوقت أوكرانيا مصرة أن لا تعترف. وهنا نحن على طاولة أو على دائرة مغلقة لا يوجد فيها أي منفذ، لهذا كل الدلائل الحالية تشير إلى أنه الحرب اليوم لن تنتهي، وأعتقد أنها لن تنتهي في العام القادم أيضا، يعني تحتاج ربما إلى عامين أو ثلاثة، وهذا وفق تصريحات عدة دبلوماسيين كبار في الدولة الأوكرانية ليس فقط من الجهة الروسية. لهذا أعتقد أنه لا يوجد أي عجز في الميزانية. وإذا تحدثنا عن الوضع الاقتصادي، كان هناك كثير من المراهنات على أن يخسر الروبل العملة الروسية.